لنقاش هذا الملف ينضم إلينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أهلا بكم سيد ضياء. أهلا ومرحبا. تقول الأمم المتحدة أن تمييز العنصري لا يزال موجودا في العراق، إذا ما مصداقية الحديث عن الإصلاحات في هذه الحكومة الجديدة في ظل تواصل العنصرية كما وصفتها المنظمة الأممية؟ حقيقة في العراق التمييز بدأ من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة، من تسمياتهم أنه هذا المثلث السني وذلك، يعني هذه التسميات التي طرقت في بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة التمييزات موجودة. حتى في التمويل المحافظات أيضا هنالك فيها تمييز. المفروض محافظات اللي هي أثرت من خلال الحرب ودمرت من خلال الحرب هي الموصل والرمادي وتكريت، هذه المناطق الحصة مالتها من 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 الميزانية بالوقت الحاضر أقل من الحصص البقية، أن لا أقل من بقية الحصص في المحافظات الأخرى. كيف يكون هذا وهذا؟ نقول أنه لا يوجد تمييز، هنالك تمييز وهنالك حتى تمييز في الاعتقالات، وحتى التهم الموجهة هي تهم كيدية. الموجودة عدد السجون الموجودين السجناء الموجودين في المناطق لو نقيسها في المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية هي أكثر الموجودين المعتقلين من هذه المجموعة حقيقة، لأنه التمييز في الحكومة العراقية بدأ من بداية الاحتلال. الأمريكان كرزوا هذا التمييز بمساعدة الإيرانيين، والإيرانيين لهم دور كبير في التمييز بين 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 صفوف الشعب العراقي، لأنه الشعب العراقي كان ملتحم مع بعض نوعا ما. بالوقت الحاضر هناك تفرقة كبيرة بين هذه اللحم الاجتماعية العريقة الموجودة في العراق. نعم هنالك شيعة وهنالك سنة وهنالك صابئة ومسيحيين، هذه موجودة واحنا لا ننكرها ابدا، ولكن ما كانت هذا الفارق الشاسع الموجود في الوقت الحاضر في هذه المحافظات بقدر ما هو موجود. في هذا السياق أستاذ ضياء، إلى أي مدى تظن أن السياسة العنصرية والطائفية والإقصاء تسببت فعليا في إغراق العراق في دوامة من الصراعات؟ هي هذه مسألة الإقصاء، حتى أختي العزيزة حتى في التعيينات بالوقت الحاضر، أنه هل قاعد تلاحظون من يتعين، من يبعث إلى الخارج للدراسة البعثات في الحكومة العراقية، من يتسلم المهام في المناصب في السفارات والى اخره، من يتعين بالوقت الحاضر، من هو المشرف على الجيش والشرطه والامن، هذه المجاميع هذه المهن التي كانت متوزعه بين الشعب العراقي واليوم تصبح الى جهه معينه والى طوائف معينه. الحشد الشعبي والميليشيات لهم ضلع كبير في تدمير الشعب العراقي وفق اللحمه المتلاحمه بين الشعب العراقي. السبب هو لأنه إيران طلبت من الحكومة العراقية. حقيقة العراق يحكم من قبل إيران بصيغة مباشرة، إذا كان جيشا وإذا كان سياسة وإذا كانت أي جهة أخرى موجودة في الوقت الحاضر هي تحكم من قبل إيران، من قبل العمائم الموجودين في إيران. هذه قاسم سليماني يحكم في العراق أكثر ما يحكم رئيس الوزراء العراقي. هذه حقائق لازم يعرفوها الناس اجمع. نعم، ننتقل للشق الاقتصادي، كيف تقيم موازنة 2019 اذا اسقطناها على توزيع هذه الميزانية على المحافظات خاصة المدن المدمرة؟ المدن المدمرة لحد الان حصلت من الميزانية اقل من بقية المدن الغير مدمرة، وهذا شيء لحد الان الموصل المنطقة لحد الان لا يمكن السكن فيها، لحد الان القاض موجودة في الموصل، لحد الان الجثث موجودة في الموصل، ولهذه النسب الموجودة الموزعة على المحافظات هي اقل المحافظات. هل هذا نقول عنه هذا يعني من جانب الصدفة، وانما هذا برنامج موجه لتدمير هذه المناطق وتجريدهم من كل وسائل الحياة الموجودة، الحياة الكريمة. لا توجد حياة كريمة في هذه المناطق إطلاقا، لا من ماء ولا كهرباء ولا أي مؤسسات أخرى تعمل في المحافظة. وبالإضافة إلى هذا وتيجي تقسيم الميزانية وينالون من هذه الميزانية أقل الحصص من هذه الميزانية. أما يعني شيء لا يصدق، أن الحكومة العراقية وإحنا نقول هم جايين وجايين ببرنامج جديد. أي برنامج جديد؟ برنامج إصلاح جديد في سرقة أموال الشعب العراقي.
هو الإصلاحات، لا يوجد إصلاح في العراق أختي، لا يوجد إصلاحات في العراق لحد هذه اللحظة، لا يوجد إصلاحات. السجون العراقية معبات من المعتقلين، هذه الأمم المتحدة تقول 12,000 موجودين من المناطق الشمالية معتقلين ولحد الآن غير محالين للتحقيق، المتهومين بتهم أخرى والمتهومين المتعاونين مع داعش 17,000 واحد بالمناطق الشمالية. هل هذه طريق الصدفة؟ هل معقولة كان عدد الموجودين في داعش هذه الأعداد الكبيرة؟ نحن نعلم كانت أعداد داعش، وهي داعش منظمة إرهابية ومجرمة، كان عددهم في سوريا والعراق حدود 20,000 واحد. المعتقلين في العراق في الوقت الحاضر، وهذا تقرير من الأمم المتحدة، 19,000 متهمين بتهمة انه متعاونين مع داعش او من داعش. لو سمحت يعني سيد ضياء، فقط لو نعود للملف الاقتصادي، اعود معك لحادثة غرق 7 مليارات دينار بمياه الامطار وتعليق البنك المركزي على ذلك بان الحادثة قضاء وقدر، كيف تقرأ هذا التعليق من قبل البنك المركزي؟ والله انا احنا شفنا الغرق، هاي العمله العراقيه الموجوده والله لو تبقيها يومين ثلاثه في الماء لا يمكن ان تتلف، كيف تلفت هذه؟ تلفت بجيوبهم، تلفت بجيوب هذه العصابات والميليشيات. هو قاعد يتكلم، طلعوه هذا الشخص يتكلم، اما هو يكون بليد ولا يفهم ويطلعوه يتكلم على موضوع والموضوع واضح. لا يمكن تتلف هذه الفلوس بالماء، الغرق لا يمكن أن يتلف هذه المبالغ الطائلة، 7 مليار دينار عراقي، وبالبداية قالوا 10 وبعدين 7، هو يقول هو من حظه لسانه يقول 7، و7 مليار كيف تلفت 7 مليار؟ يعني ايش قد كانت نسبة المياه المرتفعة في البنك؟ هل معقول هذا؟ ذولا مخرفين أو يستغبون الشعب العراقي، هل معقول؟ أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ضياء الشمري، أمين والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.